أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. شباط يهدد بتحويل فاس إلى بؤرة وبائية. ما زال البرلماني والأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط يواصل التحركات السياسية التي يقوم بها دون احترام التدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، مهددا بتحويل العاصمة العلمية فاس إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد. شباط أقدم في الأيام الأخيرة على تنظيم مجموعة من الزيارات واللقاءات السياسية بمدينة فاس استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المبرمجة خلال هذه السنة، بعد سنوات من غيابه على المدينة والمغرب بشكل عام، إلى أن الملاحظة بحسب الصور وأشرطة الفيديو التي توصلت بها أشكاين أن حميد شباط لا يحترم التدابير الوقائية من كوفيد-19. وأظهرت الصور والأشرطة المذكورة حميد شباط وسط حشد من المواطنين الفاسيين وهو يخرق التدابير الموصى بها من طرف السلطات، حيث أنه لا يحترم مسافة الأمان ولا يرتدي الكمامة ويحضن المواطنين الذين يقبلون الاستلام والحديث معه، بل أنه أشرف على تنظيم لقاءات واجتماعات متتالية.